مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من اكسبيرت توك. اليوم انا وزميلي ايمن حنحكي عن موضوع العائد المضمون على الاستثمار. نعم، خبرنا عنه لهذا الموضوع ايمن. تمام، كثير ناس بتجي على دبي بتقلنا انا بدي اتملك عقار وما بدي وجع راسي، بدي اعرف انه انا عم بدفع مبلغ معين عم يجيني عائد على الاستثمار ثابت كل سنه من دون اي نقصان. هذا الاوبشن اليوم موجود بدبي، في كثير مطورين بتقدم عقارات سكنية أو تجارية بتقلك تعال تملك معي وأنا بعطيك عائد مضمون مكتوب بعقد البيع والشراء، ربح صافي لمدة وقدرها، كل مطور عنده فترة معينة. العائد عادة المعترف عليه هون بدبي بالمشاريع الجيدة عم يتراوح ما بين 8 إلى 12% وممكن يتراوح كعدد سنين ما بين 5 سنين إلى 12 سنة. بهيدي الحالة نحن شو منكون عملنا؟ منكون تملكنا عقار، ضمننا 100% انه العائد على الاستثمار من هذا العقار عم يجينا سنويا بنسبه صافيه وثابته، مضمون 100%. 100%. تمام. اذا حابين تعرفوا زياده عن هيدي التفاصيل واي مشاريع عليها هيدي النسبه بالنسبه للعائد الايجاري المضمون، تواصلوا معنا وانا وزميلي ايمن بنساعدكم بالموضوع. شكرا.